الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي ما شافش فضيحة يروح يتفرج على فضيحة الصفقة المشبوهة في نادي الزمالك، صفقة اللاعب زياد كمال. ابراهيم فايق امبارح يا جماعة كان هيتجنن، خلي بالك. يعني يبدو للولاية الأولى لما جينا نتكلم على صفقة زي ديت سهل جدا انك ما تاخدش بكلام، هتقول لي انت واحد اهلاوي عايز تبوظ في الصفقة ومغلول من جواك وعايز تبوظ لنا الصفقة يا عم الحاج. لا، انا جايب لك واحد زملكاوي معجون بمية الزمالك، والكل يعلم مدى زملكاوية ابراهيم فايق اللي بيبقى في بعض الاوقات بيكون محايد وفي بعض الاوقات بيضغى عليه حب نادي الزمالك، مش مشكلة. لكن جنون ابراهيم فايق على الهواء مباشرة في سرد بنود وتفاصيل اغرب صفقة في تاريخ مصر. عزيزي عمرك ما شفت كده قبل كده، عمرك ما شفت صفقة بالشكل المزري ده، صفقة تثير كل الشبهات وكل الجدل. ابراهيم فايق قال لك أول مرة أشوف لاعب بيروح إعارة سنتين ونص. إحنا نفهم الإعارة سنة، ست شهور، البيع فيما زيادة بقى بيع. لكن إعارة سنتين ونص بكام؟ ب 30 مليون جنيه. ده أنت لو بتشتري ميسي مش هتعمل كده. لك لو بجيب ميسي مش هدفع المبلغ ده، وكمان خلي بالك إعارة مع عدم وجود بند الشراء النهائي. يعني الزمالك يدفع 30 مليون دم قلبه يكبر الواد ينجم الواد، وبعد سنتين ونص يخش اللي يشيل يشيل. عندنا الأنديل والزمالك واقف يعني عمال بيتفرج، لا يقدر يهش ولا ينش. خلي بالك يعني ممكن جدا زياد كمال ده يلعب في منتخب مصر الاول، يتألق، يلعب كاس عالم، يتألق، يخش نادي الاهلي يشيل. الزمالك هيبقى قاعد كده، عارفين انتوا فيلم التجربه الدنماركيه بتاعت هيبقى قاعد كده، عارفين بقى هيبقى قاعد لا بيهش ولا بيناش. لان نادي انبي هو صاحب الحق الوحيد في البيع او الشراء، هو الزمالك ملوش علاقة. الزمالك انت اخرك هرميلك قرشين كده ان انا كنت مأجر مكان بس، هي ده الوصف بتاعها، ان انا كنت مأجر مكان عند نادي الزمالك وبكبر الولد عند نادي الزمالك. فلما هاجي ابيعه السنة الاولى هديك 10% من البيع، السنة التانية هديك 20%. طب ما جالوش بيع في السنتين ونص، بعد السنتين ونص الواد يرجع لي، استحق الدحن بو ادي الواد لابوه، الواد يرجع لي وافتح مزاد، والله اللي يخش يشيل يشيل. هو ده العقلية الإدارية البتنجانية المهلبية. ويرجع واحد معتوه بعد كده لما الزمالك يغرز يقول لك لك الله يا زمالك. هو انتوا كده في البدايات ليبو 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 الله يا لبيب، زي بالظبط البدايات بتاعت مرتضى، المستشار المستشار الصحافه فين الشريف اهو. لما وقع مرتضى وقع الزمالك قعدتوا تلعنوا في ايام. النهارده بدايات لبيب، عمالين تقولوا ليبو ليبو الله يا لبيب. يا ترى يا هل ترى بعد سنتين ثلاثه اما الزمالك يغرز برجلين الاثنين وكاوتشاته الاربعه هيبقى ليبو ليبو، ولا برضه هتعملوا نفس اللي عملتوه مع مرتضى؟ عايز اقول احد اشباه الصحفيين منزل تشكيله الزمالك بالصفقات الجديده وبيوجه رساله للكابتن محمود الخطيب. قال لك رساله لرئيس النادي الاهلي، خلي فرقتك تنسحب ماتش القمه الجايه بيبو. مين بقى مين التشكيل؟ اقول لكم التشكيل عشان نضحك مع بعض، عايز اضحككم. تشكيل محمد عواد، لا تضحك. محمود علاء، محمود حمد الونش، ياسر حمد، يعني الزياده في الدفاع ياسر حمد مش مشكله. خط الوسط ناصر ماهر، لعيب اسمراني كده ما اعرفش ده محمد شحاته تقريبا، هو لابس فين التيشيرت طالع الجيش، معاهم شيكابالا، معاهم عبد الله السعيد،
معاهم اسمه ايه ده، لعيب مصطفى شلبي، معاهم زيزو، ومعاهم مهاجم لابس رقم 9، بتهيألي ده لاعب بتاع حرس الحدود، محمود ممدوح. هي دي التشكيلة، هي دي التشكيلة اللي انت بتقول للاهلي انسحب؟ يعني انا ما انسحبتش قدام اتحاد جدة بالنجوم بتوعه واللاعبين التقال، ما انسحبتش قدام ريال مدريد وما ادراك ما ريال مدريد، هنسحب قدام القايمة دي؟ يا ولا يا ولا انت يا ولا اللي بتحب تتشتم بالاب والام يا ولا. بس انا مش هديك، مش هنقولها لك، عارف ليه؟ في ناس كده، في نوعيات في البشر والله العظيم ما بيعرفش يعيش الا لما يتشتم، لكن انا مش هريحك، هخليك عايش في عقدة نفسية تخلي الاهلاوية يشتموك، بس الاهلاوية مش هيشتموك، مش هنشتمك لانك انسان وضيع، بس كفاية عليك كده. ماجد سامي والله يعني رئيس النادي الوحيد في مصر اللي بيطلع بيدي اتحاد الكورة من الميناء يا خيار وما بيهموش حد، ماجد سامي. ماجد سامي شايف ان مد فترة القيد لأندية دوري المحترفين جريمة مكتملة الأركان. قال لك ان كان ده قد حدث بغرض إتاحة الفرصة لأحد الأندية المشاركة في المسابقة والممنوعة من عمل انتقالات من رفع الإيقاف وإجراء انتقالات بعد يوم 31 يناير الموعد المحدد سلفا لغلق باب الانتقالات. والله يا أستاذ ماجد نفس اللعبة اتلعبت في الدوري الممتاز. نادي كان موقوف من القيد، على ما خلص إجراءات إيقاف القيد والتفاوض والحاجات دي راحوا مزودين له 6 أيام. نفس اللي حصل في الدوري هو اللي حصل في دوري المحترفين لأحد الأندية الاستثمارية. ففوق جريمة وتحت جريمة. مد القيد في الدوري جريمة مكتملة الأركان لمجاملة نادي على حساب باقي الأندية ال 18، للتواطؤ مع نادي على حساب باقي الأندية ال 18، نفس الحكاية في دوري المحترفين. مجاملة نادي ولكن هذه المرة على حساب 19 نادي آخر. عايز أقول خدوا الكلمتين دول وحطوهم عندكم في الدرج. أحمد سليمان لما طلع اتكلم مع مهيب قال له لسه الدرج بتاع حسين لبيب مليان. وانا عايز اقول لاحمد سليمان ولكل جمهور نادي الزمالك، في اتنين لعيبه من نادي الزمالك وقعوا للنادي الاهلي، اتنين لعيبه شباب، اتنين لعيبه الزمالك وجه لهم الشكر. انا مش هقول اسماء الاتنين اللعيبه لان هم انتقلوا اعاره لنهايه الموسم وعقدهم بينتهي لحد ما الاهلي يعلن عن الاتنين اللعيبه، اتنين الزملكاويه اللي بيفهموا كوره واللي بيشوفوا ويتابعوا فرق الناشئين والشباب كانوا بيقولوا على الاتنين دول شعر، كانوا شايفين الاتنين دول مستقبل الزمالك ومستغربين جدا ازاي الزمالك فرط فيهم، فرط فيهم لان اللعيبه دي رفضت تجدد اصلا. الاتنين لعيبة خط نص وأجنحة هيفيدوا جدا النادي الأهلي على المستوى على المستقبل القريب بإذن الله. يعني محتاجين يطلعوا يدعكوا سنة في فيوتشر، سنة في سيراميكا، سنة في سموحة، يرجعوا لك بعد سنة بعد اتنين بالكتير فريق أول يشتغلوا معاك حاجة لوز اللوز، حاجة بره الصندوق. بس على الله لما يجوا بقى النادي الاهلي بعد كده ما يطلعش الزملكاويه يقول لك الاهلي بيفضي فرقتنا من اللعيبه، انت اللي مشيتهم بمزاجك، انت اللي قلت لهم ماما في العشه ولا طارت، فما تجيش بعد كده تعيط وتبكي وتتباكى على اللعيبه دي. ابراهيم سعيد، كابتن ابراهيم سعيد نجم الكره المصريه والاعلامي الجديد، كابتن ابراهيم سعيد قال لك جوزيه جوميز ده مدرب بيعشق الهزيمة زيه زي أسوريو. بعد إنجازات مجلس الإدارة في النهاية يتم التعاقد مع مدرب بهذه الأرقام لماذا؟ هو بص يا كابتن إبراهيم، أولا إحنا بنظلم خوان كارلوس أسوريو لما شبهه وحطه في مقارنة مع جوزي جوميز قولا واحدا. يعني أسوريو كان على الأقل اسمه بيدرب فرق كبيرة، درب منتخبات زي المكسيك، حقق نجاحات، فبالتالي مدرب ناجح كسب بطولات.
لكن جوزيه جوميز مدرب بيوصف بقابض ارواح الانديه، هو اللي بيمسكهم كده من رقبتهم وينزل بيهم درجه تانية. يعني اخر تجربه لجوزيه جوميز في البرتغال كان بيدرب نادي اسمه ديسبورتيفو دي شافيز. الفرقه دي كانت في المركز السابع، كانت في المركز السابع. فاداره النادي فكرت تفكير خزعبلي زي ما اداره الزمالك كده فكرت، ان هم عايزين يتقدموا للامام. نعمل ايه؟ نتعاقد مع جوزيه جوميز. وهو التعاقد 6 ماتشات ورا بعض ب6 هزائم. انتقل الفريق من المركز السابع للمركز ال 18 في مراكز الهبوط. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فحرام حرام اقارن جوزيه جوميز المدرب اللي فشل في اغلب الانديه اللي دربها ب طيب الذكر دائما خوان كارلوس اوسيريو اللي فشل برضه مع نادي الزمالك. يا ترى يا هل ترى جوزيه جوميز هياخد الزمالك من رقبته وينزل بيه من ال 12 لل 18، ولا حكام الاحتواء هيكون ليهم راي اخر؟ النهارده كان تاني جلسات قضيه ودعوى اقامها ثلاثي لاعبي الاهلي السابقين، كابتن مختار مختار، كابتن ربيع ياسين، كابتن عماد النحاس، ضد المتهم والمدعو رضا عبد العال. النهارده كان تاني الجلسات. استاذ محمد رشوان المحامي ومحامي المدعين طالب في الجلسه بحبس المتهم وطلب تعويض والزامه بتعويض مالي للثلاثي. رضا عبد العال لم يحضر الجلسة ولم يحضر من يمثل رضا عبد العال في الجلسة الثانية، برغم من إبلاغه على عنوانه بالجلسة وبدعوى الاتهامات الموجهة لرضا عبد العال. وفقا للقانون قضايا السب والقصف إما حبس أو غرامة أو كلاهما معا. إمتى بيتحكم بالحبس؟ إذا كان السب والقصف يتعرض للاعراض. رضا عبد العال في اتهاماته للثلاثي قال ان هم بينتموا لجماعات ارهابيه. قالوا ان هو الثلاثه بينتموا لجماعات ارهابيه. وده اثر على حياتهم واثر على معيشتهم بسبب الاتهامات الباطله من رضا عبد العال. رضا عبد العال دائم دائم التلسين على الناس. محدش سلم من لسان رضا عبد العال. اتمنى اتمنى يكون درس، درس لرضا عبد العال يتعلم منه ان ولاد الناس زي ما انت ابن ناس باقي الناس ولاد ناس. ما ينفعش تتجاوز او تسيء للناس وترجع بعد كده تزعل ان الناس دي تطلب بحقها في التقاضي ضد الاساءات والتجاوز. مارسيل كولر طلب الاستغناء عن ثنائي النادي الاهلي احمد عبد القادر ومحمود متولي وطالب رحيلهم في الانتقالات الشتويه الحاليه. الراجل مستغرب، الراجل استفسر من مسؤول النادي الاهلي، يا جماعه انا قبل ما اسافر الامارات قايل لكم مش عايز الاثنين دول، عايز ارجع الاقيهم مشيوا. ازاي اسافر واعمل معسكر وارجع الاقي الاثنين مستنييني ينضموا للفريق الاول بالنسبه للنادي الاهلي؟ الراجل طالب مسؤول النادي الاهلي بضروره التخلص على الاقل من محمود متولي والابقاء على احمد عبد القادر لنهايه الموسم مع منحه فرصه اخيره حتى نهايه هذا الموسم. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل اراكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم، سلام.